هلا والله شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحه وسلامه. طبعا يوم رجعنا لكم مقطع فيديو جديد، حبيت اشرح لكم على السكريبت الاسطوري اللي هو السكريبت مال كود 16، وبنفس الوقت تقدر الشغله همتين على كود 15 اللي هي بلاك اوبس 4. طيب يا شباب، انا راجع لكم بهذا الفيديو، حبيت اقدم لك فد خدمه بسيطه عن السكريبت، انه انت بنفسك تعدل عليها للناس اللي اشتروا من عندي هذا السكريبت. خلي يعني اختصر عليكم ماذا طالع لكم هذا الفيديو. اذا ما كنت مشترك بالقناه فاشترك وفعل جرس التنبيهات وخلي لايك لهذا الفيديو، وخلي نبلش انا الشرح ونشوف شنو اللي حيقدم لك اياه الزهراء اليوم. طيب يا شباب، انا اليوم رجعت لكم بهذا السكريبت اللي بيه اربع ميزات فقط مثل ما تشوفون. هذا الاربع ميزات انا صنعته للسكريبت، اربع ميزات فقط اللي هو الانبوت، تصحيح الايم، ثبات الايم، واللي هو الشيء الاسطوري اللي هو الايم اسيست. طيب يا شباب، هذا السكريبت صنعته وصنعت اخوه الثاني اكثر من ميزه، اوكي هنا اكثر من ميزه مصنعاني. هذا السكريبت الثاني اللي هو اصلا انت بتشتري السكريبت لا محاله ارسل لك اياه ثنائياتهم. هذا السكريبت ب 12 ميزه. طيب يا شباب، هذا شارح عنه السكريبت اكثر مره، لان اخوان ثنائياتهم السكريبتات يعني ما يختلف شيء بيناتهم، بس الفرق الميزات. هذا ب مثلا ركضه تلقائيه، رابيد فاير، ب نظام الشفتات، بي تي باك، بي حبس الانفاس للسنايبر، يعني بي هواي سوالف. هذا السكريبت فيه 12 ميزه، ولكن انا اريد اركز على هذا السكريبت وبالاخص هذا السكريبت، لان هن اثنيناتن يعني مو عبالكم هذا السكريبت واحد او هذا واحد او هذا واحد، هن اثنيناتن سكريبت واحد. طيب يا شباب، الناس اللي جاي تشتري من عندي هذا السكريبت جاي تحصل مشاكل من عنده. شنو هي المشكله؟ المشكله وين؟ المشكله انه من يجي تحديث للعبه، لو اني مشغول مثلا بالواتساب وناس هواي وناس تريد تحديث مال السكريبت، تريد يعني استشاره سريعه، وهذا الشيء من حقهم، ولكن انا مو كل الاوقات افتح الواتساب واقعد اراسل. ومن من اجي انا افتح الواتساب راح القى ناس هواي، فاقعد افتح الواتساب من اول واحد محادثه انزل بيها للاخير، من يدخل بعد اللي راسلني وراي، يعني وراي راسلني ورا انا ما اراسله. يعني مثلا واحد داز رساله وجاوبت عليه ونزلت على الثاني، هذا الاول واحد اللي راسلني راح تصعد فوق محادثه، انا نازل جوه يعني على الناس اللي مراستني قبله. طيب يا شباب، فجبت لك طريقه سهله وبسيطه، واتمنى من عندك انه هم تساعدني بيها. انت من اجى تحديث على اللعبه، السكريبت كان اول بدايه قبل اجى التحديث شغال كل شيء، ما بي اي مشاكل، وجاك تحديث وشفت الايم اسيست مثلا خرب او صارت الهزه مالته بالشاشه كلش عاليه، انت شلون تحس انه السكريبت يخرب وما يجيب ما يكمش الايم، يعني ما يصير الايم مقناطيسي يركض ورا اللاعب؟ من تشوف الهزه صارت ثقيله بالشاشه، حيل ثقيله، حس بانه اللعبه ضعفوا الايم اسيست. الايم اسيست اللي موجود بالسكريبت يصير هزه، يعني ارقامه تصير عاليه. من تصير ارقامه عاليه وهزه بالشاشه كلش قويه، حس بانه السكريبت اللي صار عند يعني صارت قيمته اعلى من الام اسيست اللي موجود داخل اللعبه. شلون عرفت انه؟ لانه اذا صارت هزه قويه بالشاشه وما يلزم، حس بانه الام اسيست داخل اللعبه ضعفوه. فانت شو تسوي؟ تجي هنا للسكريبت وشفت القيمه مثلا هي 24، شو تسوي يا صاحبي؟ تخليها مثلا 20 وتطلع ترايب هذا السكريبت اللي هو الام اسيست. اوكي، اذا شفت الهزه بالشاشه خفيفه، هذا ورا التحديث ذا سولف لك، ما تحدثت اللعبه وكامله عندك، شفت الشاشه عندك صارت هزه خفيفه، حسب الارقام اللي موجوده بالسكريبت هي طبيعي ويا الام اسيست اللي داخل اللعبه. انت تعرف شلون؟ شوف النظريه وين، خل اعيد لك على مود تصير عندك مفهومية. انا هيك احدث السكريبت على الطريقة هاي، انا استخدم السكريبت قدامي، اوكي، وشغلت عليه بلاي، ويعني شغلت السكريبت ووضعت بلاي ودخلت جيم، شفت هزة قوية بالشاشة بحيث كلش قوية، ومن اخلي ايمي على الخصم ما يلزمه، ما يصير مقناطيس، انه السكريبت يراد له تحديث، فتنزل انت للسكريبت تسوي له ميرف للارقام اللي موجوده، يعني اذا كانت 24 سويها مثل ما انا سويتها 20، واذا كانت الارقام هي 20 والام اسيست واضح يعني زين تشوفه مو هزه قويه والام مالتك مقناطيس يلزم، حسب السكريبت كل شيء ما بي. هاي المعلومه اذا قدم لك اياها على مود لا تجيني انت على الواتساب وانا مثلا مشغول ما اقدر احدث لك السكريبت، لو انا في طالع مشوار مثلا او عندي في الشغل او انا ما فاتح الواتساب اصلا وانت تردون، يعني انا دا اسهل امرك لا زيد ولا اقل. الناس اللي اشتروا من عندي هذا السكريبت انا دا اقدم لهم هاي الخدمه،
وللناس اللي ما عندهم هذا السكريبت اتمنى من عندهم، اتمنى من عندهم والله أمانة الله ورسوله هذا السكريبت، الله شاهد عليه، الله شاهد عليه نص شغلي، نص للسكريبت هذا مو كل همه، نص للشغل مالته هذا السكريبت هو شغلي أمانة الله ورسوله، أمانة الله ورسوله. يعني هو الأجزاء اللي موجودة بي داخل السكريبت مثل اللي تشوفون نص الأجزاء مالته من الموقع على مود أكون هذا باب رزقي، ما أرد أن الله سبحانه وتعالى يجي على أنه أنا داغش الناس. أمانة الله ورسوله نص هذين المعلومات داخل السكريبت كل شغلي، يعني واحدة من هذين حذكر لك أنا. طبعا هذا النص من أنا اللي جاي، هذا انتري كويل أنا ضايفه، التكملة مالته وين؟ التكملة مالته هيانه يا شباب، يعني أمانة الله ورسوله هذا السكريبت أنا ما جايبه من الموقع، أنا ما جايبه من الموقع ودا أقول لك هذا السكريبت أبيع لك، يعني أنا ما السكريبت ما جايبه من الموقع أو قاعد أنا أتفلفس بروسكم وأخذ فلوس وهو السكريبت من الموقع. إذا لقيته بهذا الموقع وجيب لي نصا مالته هذا من الموقع لك السكريبت مجاني، بشرط إذا جبت لي نص مالته هذا كل النص أحفظه، هذا الفيديو أحفظه، راح أنزل لك على كيف راح أنزل لك على كيف أحفظ المعلومات اللي موجود داخل السكريبت. إذا لقيته بالموقع جيبه إلي وقل لي بزارة هذا أنت سحبه من الموقع، والله والله أنزل مقطع فيديو أقدم اعتذار أقول إنه هذا السكريبت، بس اللهم إذا أنه كل شخص مشتري من عندي وناشره بالموقع هذا بعد بعثا آخر أحفظ السكريبت وياي مثل ما تشوف، أحفظ النص من أحفظ شكو موجود بالسكريبت حفظه وروح شوفه بالموقع موجود، إذا موجود هذا السكريبت قلت لك السكريبت هذا تحصل عليه مجاني. وأنا آسف جدا على الناس اللي تقول أبو زهراء أنت ما تنزل سكريبتات بالقناة مالتك، ليش ما جاي تنزل سكريبتات مجانية؟ والله يا صاحبي ما عندي سكريبتات مجانية، يعني السكريبتات المجانية يمكن محدودة، واللعبة اللي تدي تطلبوها هي اللي انت اللعبة جاي تطلبوها اللي هي كود 16 ولا كود 15، اصلا هن ذا سكريبتات هو سكريبت واحد يفتر عليهم، هذا السكريبت على كود 15 وكود 16 ده افر بي، يعني ما عندي لعبة جديدة يعني بدي انزل عليها السكريبت مجاني، وان شاء الله عن جديد او عن قريب راح انزل سكريبتات للردد لانه نزلت اللعبة و عندي إلها السكريبت أسطوري أسطوري، يعني ما نطلع أسطوري هسه إن شاء الله أعلن عنه قريب. يلا شباب طبعا وصلنا لنهاية هذا المقطع فيديو، أتمنى من عندك إنه إذا ما كنت مشترك اشترك وفعل جرس التنبيهات وخلي لايك لهذا الفيديو، ونشوفكم إن شاء الله على خير، ونشوفكم بسكريبت جديد أو شرح جديد إن شاء الله. لا تزعلون من عندي يا شباب الناس اللي تقول أبو زهراء ما ينزل سكريبتات مجانية. يلا شباب في مالنا.